بأقوم عن طائرات خطوط جوية جزائرية، وذلك من أجل نقل المسافرين العالقين في المطارات، وخاصة تجنب حالة الفوضى. لم يكن هناك رد على مراسلتنا. مخطط نقل ألا وهو توفير مقاعد خاصة للمغتربين العالقين مع عرض خاص، أي الخطوط الجوية الجزائرية تقترح تخفيضات بنسبة 20% على أسعار التذاكر دون احتساب الرسومات. ومن ثم بدينا في عملية نقل المسافرين العالقين في المطار، وبدأت العملية من يوم الخميس الفارض ومتواصلة إلى غاية 20 سبتمبر.